لعشاق الأرقام والإحصائيات، شهدت البطولة العديد من المعلومات والأرقام الجذابة، نتابع بعضا منها ولنعود. أبدأ معك محمد، إسبانيا فازت جماعيا باللقب في البطولة وبإقناع، وفازت على مستوى الجوائز الفردية، تسيدت المشهد وسيطرت على الجوائز الفردية. دي لا فوينتي مشروع إسباني بدأ قبل سنوات، حقق معهم بطولة تحت 19 وفيما بعد بطولة تحت 21، برونزية أولمبياد طوكيو 2021، كان قريب من الفوز صحيح، وكان قريب من الفوز بالذهبية أيضا، المركز الثاني في دوري الأمم الأوروبية البطولة المستحدثة، ورجع فاز بعدين باللقب ميدالية ذهبية، وها هو الآن يفوز بالميدالية الذهبية لبطولة الأمم الأوروبية أو بطولة أوروبا، ترى المسابقة تغير اسمها منذ سنوات لكن صحيح. الاسم الدارج عند الناس بطولة الأمم الأوروبية هي يورو. والآن العيون والأنظر مسلطة على هذا الفريق الذي يلعب كرة يصعب وصفها لكنها أيضا كرة مقنعة، يعني إن صح الوصف هي سهل ممتنع للإسبان دي لا فوينتي. بكل تأكيد، لأنه هو أسلوب خاص بدأ مع بدأ ببداية الألفية، اشتهر مع أراغونيس، مع العراب هذه الكرة، عراب تاريخ إسبانيا الجديد. وبدأ الأمر مع أراغونيس، وسنذكره الآن لأنه دي لا فوينتي أخذ من أفكاره، فهو تحدث في ذلك بشكل صانع مباشر. النهضة الإسبانية كرويا بكل تأكيد. فمشوار دي لا فوينتي من عام 2013 مع الفئات الخاصة في المنتخب الإسباني، فهو على معرفة تامة بالفريق، هو درب الأولمبي مثل ما تفضلت، وحقق عدة ألقاب مثلا مع المنتخبات أقل من 20 سنة وأيضا 18 سنة، فبالتالي هناك معرفة في كيفية التعامل مع هؤلاء. وعندما تم تعيينه كمدرب الوسط غير الإسباني كان ضد هذه الفكرة، ماذا يفعل الاتحاد الإسباني؟ لكن داخل إسبانيا كان هناك هدوء تام باختياره، أنهم يعرفون أن الرجل لديه عمل ناجح، وأيضا لديهم نظرة كانت مستقبلية أن هناك مواهب عديدة من الشبان، فلماذا لا يتعامل معهم هذا المدرب الذي يستطيع فعل ذلك؟ وعندما استخدم 5 لاعبين من هؤلاء الشبان الكل اعترض، ماذا يفعل؟ أنت تلعب في اليورو، أنت تلعب أمام ألمانيا المستضيف، أنت تلعب أمام إنجلترا وفرنسا ونجومها. لكن الفريق الذي اعتمد على هذه المجموعة، على المزيج ما بين الشباب الصغار جدا، احنا بنتحدث عن لاعبين من 16 عام ل 38 عام، صح، نفاس ضعف عمر الأمال، فتخيل ذلك، هم هذا الثنائي تحديدا على الرواق الأيمن على الجهة اليمنى. نعم، فالمنتخب الذي اعتمد على هذا الشيء هو الذي نجح، يعني لاحظ المدرب الذي رهن على تلك الأفكار حمل على الأكتاف في نهاية المشوار، يستحق دي لا فوينتي كل شيء. كلمة السر في هذا المنتخب المميز كان دي لا فوينتي. دي لا فوينتي قال انه انا سحبت بعض الاوراق العمليه التي كانت لدى أراغونيس وقمت بدراستها. يعني الموضوع كان دراسه. المدرب استخدم 50 لاعب في اول 10 مباريات له مع اسبانيا، وكان في انتقاد كثير صحيح. على المدرب، فتحت النار عليه، لكن هو كان يبحث عن شكل خاص بالمنتخب الاسباني، شكل لا يشبه الاخرين، مزيج ما بين الكره الفعاله المباشره على المرمى، لانه احنا بنلاحظ انه كان في الثلث الاخير منتخب إسبانيا لا يعتمد على التمريرات القصيرة الكثيرة، لعب مباشر على المرمى، لكن التنظيم كان من خط الوسط في خط الدفاع، يجب استخدام الحارس في خروج بالكرة، المدافعين يخرجون بالكرة، الوسط يجب أن يكون ديناميكي حركي أكثر. ولنذكر أن فابيان رويز وأولمو هم الذين سجلان هدفي الفوز باللقب تحت سن 21 لبطولة اليورو، وهما أبدعوا بشكل استثنائي مع دي لا فوينتي. بالتالي واضح ان لمسات المدرب هي التي اوجدت هذه المجموعه البطله التي حققت اللقب. ونذكر ان هذه المجموعه كامله عملت بشكل مثالي، هناك اجنحه مثاليه رائعه جدا على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي ايضا، هناك تنظيم في خط الوسط بوجود رودري، فابيان رويز، هناك لاعب ممكن ما اخذ تلك الاحقيه وهو مراته، مع ذلك
استمر ديلافوينتي باستخدامه في كل مباراة لأنه يمنح الفريق شكل مهم، يعني شكل مهم ضد الخصوم، وهذه نقطة مهمة جدا. موراتا بالذات كان في علامات استفهام. ما هي الفكرة أنه هو ديلافوينتي كانت فكرته عكس باقي المنتخبات، أنه يجب أن يكون هناك مهاجم حقيقي على أرض الملعب، رقم 9 حقيقي على أرض الملعب حتى لو كانت أدواره مختلفة. ولاحظ أن ألمانيا مثلا استطاعت أن تصبح أفضل عندما أشركت فالكروغ. يعني المدربون ذهبوا لموضوع الفورس ناين بشكل اكثر وما الى ذلك، لكن ديلافوينتي كان عنده تصور اخر، يجب وجود هناك مهاجم لكي يمنح الحريه لل يعني لربما للأجنحة. في محاكاه لما فعله بنزيما في ريال مدريد اثناء وجود رونالدو. جميل، وهي خليط ما بين فكره ديلبوسكي وفكره اروغونيس. اروغونيس كان يلعب في مهاجم صريح اللي هو توريس في ذلك صح. الوقت، وايضا خليط ما فعله ديلبوسكي وبخط الوسط توريس وخط الوسط فهذا الخليط منح بطولة استثنائية ترى. يعني هذه البطولة يعني البعض يقول لا تقارن بما فعله الإسبان في السابق، لكن هذه بطولة استثنائية يعني بكامل ما تحمل الكلمة من معنى، لأنها لا يوجد بها أي شائبة أبدا. تقصد على مستوى الأداء والنتائج؟ أداء نتائج، حتى جائزة أجمل هدف تأخذ للمنتخب الإسباني اللي هو هدف يمال في المنتخب الفرنسي. كل شيء كان لصالح المنتخب الإسباني. أذهب إلى المدرب كابتن خالد سعد، ليس سهلا أن تحرز اللقب، فما بالك أن تحرز اللقب وتسكت الجميع، تحقق كل تلك النجاحات على مستوى الجوائز الفردية، على مستوى النتائج الجماعية، على مستوى الإقناع، وعلى مستوى الفريق الذي يفوز في البطولة 7 مباريات، طريق لم يكن سهلا على الإطلاق. مر بمجموعة منها حامل اللقب إيطاليا، كرواتيا ثالث العالم، بعد ذلك وصل للأدوار خروج المغلوب واجتاز الاختبارات اختبارا تلو الآخر، منها الألمان أصحاب الأرض أقصاهم حتى بأوقات إضافية، وكذلك فعل مع المنتخب الفرنسي وصيف العالم، وصولا للمباراة النهائية ضد المنتخب الإنجليزي وصيف يورو النسخة الماضية. يا له من سجل حافل لإسبانيا، مجد لإسبانيا وديلافوينتي. هذا السؤال الذي طرحته هو يكرس ويجسد الحالة التي يمر فيها الكرة الإسبانية، ليس فقط المدرب واللاعبون، إنما هي منظومة كرة قدم. المنظومة تبدأ بثقة هذا المدرب، كما تحدث زميلي الأستاذ محمد حلمي، تحدث عن أفكار الاتحاد الإسباني باختيار هذا المدرب. كجماهير جمت الغضب على اختيار هذا المدرب، ليس اسم كبير في عالم الكرة الإسبانية، ليس لاعب من ريال مدريد أو لاعب من برشلونة، ودائما ما نعتاد على اسم كبير يكون لقيادة المنتخب الإسباني. هذا إن دل على شيء يدل على عمل منظومي وممنهج في هذا الاتحاد الإسباني. نتحدث عن أفكار المدرب، هذه نتيجة المدرب الذي يدافع عن أفكاره ويعززها في كل مباراة أو في كل دور. شفنا المدرب بثبات بثقة برزانة يدير هذا المشهد الجميل جدا للكرة الإسبانية. معا بصراحة المنتخب الإسباني في هذه البطولة قلب الموازين. بدك تحكي لي كيف؟ بحكي لك إنه المنتخب حاليا لا يمر، أو الدوري حاليا لا يمر بأفضل حالاته. ليس الدوري الأفضل في صعيد الكرة الأوروبية، ليس في التوب فايف، يعني بنحكي عن الدوري الإسباني ممكن هو الثالث أو الثاني، لكن ليس الأفضل، ليس الأول. اليوم احنا بنحكي عن كل النتائج اللي حققها المنتخب الاسباني، منتخب لاروخا دائما ما كان مزيجا اللاعبين او لاعبي المنتخب ما بين ريال مدريد وبرشلونه. مناصفه ممكن يجي لك لاعب من اتلتيكو مدريد، لاعب من بلباو، لاعب واحد او لاعبين بيكون، لكن دائما توليفه المنتخب بتكون ما بين برشلونه وريال مدريد. اليوم احنا شفنا لاعبين كثر من انديه كثر وهم الافضل على الساحه الاسبانيه. معا بكل امانه وشفافيه وبكل صراحه، لو مدرب باستثناء لفوينتي لاستبعد لابورت على طول. لابورت في الدوري، في دوري عربي، في الدوري السعودي، ممكن اقل شيء راح يحكي لك انه صار الرتم عنده اقل من الرتم الاوروبي. طب كابتن، هذا يقودنا الى سؤال، اسبانيا منذ نهائي ديبرتيفو الفيس ب 2001، فريق لعب كاس الاتحاد الاوروبي ضد ليفربول، فاز ليفربول في مباراه استثنائيه 5-4. من 2001 كان ذلك آخر نهائي تخسر الكرة الإسبانية، إن كان على مستوى المنتخبات أو الأندية ما بين دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي واليوروبا ليج فيما بعد. منذ 2002 إلى يومنا هذا ما في نادي ولا منتخب إسباني وصل نهائي إلا وأحرز اللقب. أين يكمن السر؟ يكمن السر في الثقة في الكرة الإسبانية، يكمن السر في أداء اللاعب في الكرة الإسبانية، والثقة الموجودة ما بين اللاعب والمدرب، ثقة اللاعب بنفسه معا. يعني شفنا لامين يامال، شفنا لاعبين ويليامز،
شفنا مفاتيح اللعب، اهم لاعبين كانوا للمنتخب الاسباني. عنا اولمو لم يكن اساسيا في هذه البطوله، لكن عندما دخل واصبح اساسيا تشعر بانه من البدايه كان اساسي. ثقه اللاعبين معا مهمه جدا، لكن جوده اللاعبين، شفنا الجوده اللي موجود اللاعبين. في حاله الدفاع تجد الفريق 11 لاعب مدافعين، في حاله الهجوم من اول سيمون كان بيهاجم. سيمون كان اكثر الاوقات اللي الكره الاسبانيه مستحوذ على او المنتخب الاسباني مستحوذ، تشاهده هو خارج منطقه ال 18 يعمل على ليبرو ويعمل زياده لمنتصف الملعب. هذا يعني مهم جدا انه كل النسق وكل الرتم متلازم، يعني وكل الافكار متشربه للاعبين. نعم كابتن، اذهب اليك طلحه باختصار في البدايه عن اسبانيا قبل ان اتحدث معك عن انجلترا. هذه الظاهره الاسبانيه التي ذكرتها قبل قليل كابتن خالد، الكرة الإسبانية من 2002 إلى يومنا هذا ما خسرت نهائي، لربما النهائي الوحيد نهائي فرعي إن صح التعبير، دوري الأمم الأوروبية للمنتخب ب 2021 ورجعوا فازوا فيه ب 23، أما المسابقات الرئيسية اللي اعتدنا عليها تاريخيا لا تخسرها الكرة الإسبانية، دوري الأبطال خير مثال على ذلك، بالإضافة للمنتخب طبعا. السبب سطوة للكرة الإسبانية طبعا بلا أدنى شك، على النهائيات الأوروبية، على المباريات الكبرى، على المواجهات الكبرى، ولعل يعني على مستوى دور الأبطال هو البطولة اللي احنا بنتابعها كل سنة، وكل سنة ترسخ هذه القاعدة وتؤكد هذه القاعدة في أغلب المواسم التي تشاهدها من دور الأبطال، وهذا ناتج عن عدة عوامل. عندما نتكلم عن الدوري الإسباني، الدوري الإسباني ولاد المواهب. لما نتكلم عن جيل 2008 و2010 و2012 في المنتخب الإسباني، كان هذا الشيء مقرون بجيل رائع جدا يمر في ريال مدريد وبرشلونة، تم استغلاله على أكمل وجه وعلى أفضل وجه. وهنا نتكلم عن وجود مدربين تبنوا الفكرة التي الفكرة الموجودة على مستوى الدوري الإسباني. تشاهد الأندية الإسبانية كانت تبدع على مستويات الأندية، ومع ذلك جاء منتخب يبدع على مستوى ومنتخب لا توجد سيطرة فيه لبرشلونة أو ريال مدريد على المنتخب، المنتخب الحالي سوسيداد وبلباو عندهم لعيبة في المنتخب أكثر من ريال وبرشلونة. نعم، والشيء الأهم عن حتى الشيء الملفت للنظر أنه مش كل المنتخب، مش كل الأندية التي تم استقطاب لاعبين منها تلعب بنفس النسق ونفس الرتم. صح، يعني هناك لاعبين أصلا ممكن أنت لو قبل الموسم أنا قلت لك أنه هذا اللاعب سيلعب بأسلوب دي لافوينتي، الأسلوب الهجومي أو الأسلوب الفكرة اللي بيلعب فيها، ممكن تقول أنه لا يصلح. لاعبين بيلعبوا مع أنديتهم بأسلوب دفاعي، لاعبين بيلعبوا أنديتهم بأسلوب الهجم المرتد فقط، ولاعبين بيعتمدوا على نتكلم عن العامل البدل على أرضية الملعب. ولكن الغريب انه في المنتخب الاسباني رايت جميع اللاعبين وكل اللاعبين رايتهم يلعبوا في منظومه رائعه جدا، منخرطين، منسجمين، متفاهمين. التفاهم الذي حصل بين اللاعب المخضرم واللاعب الخبره واللاعب الشاب، التفاهم الذي حصل بين خطوط الفريق، يذهب من يذهب، يخرج من يخرج من الفريق، الفريق استمر، تبديلات اضطرارية تحصل، الفريق استمر. طب هذا فيما يتعلق بالجيل الحالي، الفريق استمر. الأجيال السابقة وصولا إلى الجيل الحالي، المنتخب الإسباني معا هو أقرب إلى نادي من أن يكون منتخب دولي. طب ما سبب الاستمرارية من 20 سنة ليومنا هذا؟ هو هناك العديد من الأسباب، ولكن تشوف مع أنه الشغل بيجي من الاتحاد، واليوم نسمع أنه عمل رائع جدا من اتحاد، منظومة اتحاد كرة القدم، من خلال اختيار المدرب وكيفية اختيار المدرب والعقلية التي يمتلكها المدرب والخبرة التي يمتلكها المدرب، أيضا عدم التدخل بعمل المدرب وعدم التدخل بشؤون المدرب. هذا واحد. الشغل الثاني معا، أنا بقول لك من النواحي التكتيكية، الدوري الإسباني تكتيكيا متفوق على كل الدوريات تكتيكيا. مش إثارة ومتعة وأهداف، ومتفوق. الكرة الإسبانية هي أقرب كرة للمنطق، هي أقرب كرة طب تكتيكيا أكثر من الإيطالي، لأن الإيطالي طالح معروف عنه تاريخيا معقد جدا تكتيكيا. كان 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 معقد، كان معقد، عشان هيك احنا اليوم مش ملاقين نجم في الدوري الإيطالي معنا، نجم مش الدوري الإيطالي ما لقينا. وكم النجم في الدوري الايطالي اليوم، احنا دخلنا البطوله المنتخب الايطالي كان فارغ من النجوم. طيب، بينما انت ايضا مش فقط نجوم معن، لاعبين مبدعين، هذا بالاضافه لمدربين. اليوم تتكلم انت معن في وقت من الاوقات في الدوري الاسباني على مستوى اسبانيا، كان الدوريات تقريبا 4 من 5 دوريات وبطوله اليورو وبطوله دوري الابطال المتصدرين فيها اسبان. ايضا نتكلم عن عامل التكتيكي،
في مدربين وبكثرة. يعني نتيجة المنتخب والدوري الإسباني مقارنة مع الإيطالي نوعا ما مستقر في استقرار. الدوري الإيطالي مرتبك نوعا ما، مرتبك حساباته، مرتبك حسابات فرقه. هون الأمور أهدى شوي على الرغم من هبوط برشلونة ونزول مستوى برشلونة. يعني منظومة بالكامل من النواحي التكتيكية أنا بشوف المدربين الإسبانيين شغالين شغل رائع جدا. المنظومة بالكامل قادت إلى هذا النجاح والاستمرارية على مستوى الأندية على مدار 20 عام والمنتخبات الإسبانية. دعني أتحدث معك طلحة عن الوصيف. المنتخب الإنجليزي رحل ساوثغيت أخيرا، طال انتظار بالنسبة لك والكثير من مشجعي المنتخب الإنجليزي هذا الخبر، هو أعلن رحيله الرجل، وهناك من يقول أن الاتحاد همس بأذنه أن يستقيل، ولكن الأهم أن الرجل غادر. اليوم الحديث عن خليفة ساوثغيت، هناك من يحاكي نمط ديلافوينتي في إسبانيا، بمعنى المدرب المنتخبات تحت 21 سنة، مدرب منتخب لي كارسلي تحت 21 عام، فاز مع انجلترا ببطولة أوروبا للشباب وأيضا قادهم لنهائي كأس العالم، لم يفز باللقب لكن قادهم للنهائي. هناك من يقول بأنه هذا الرجل مع الجيل الصاعد في انجلترا وخاصة عدد المواهب الكثيرة الشابة أقرب ما يكون لإسبانيا، هو خير من يكون خليفة للمدرب الأول في المنتخب، بعيدا عن الأسماء التي تطرح مثل كلوب، بوتشيتينو، هاري بوتر. البعض ذهب إلى أكثر من ذلك، إلى مدربة منتخب السيدات الإنجليزي وهي جنسيتها هولندية سارينا ويغمان. أنت مع تكرار محاكاة نمط ديلافوينتي مع لي كارسلي؟ مش شرط والله، معن أنا مش شرط أنه أنا أعمل يعني محاكاة لتجربة ثانية، لا أنا محاكاة المنطق. ديلافوينتي مش أنه فقط بيعرف اللاعبين، هذا شيء يحسب له، ولكن مش كل شيء عمله انه انا بعرف اللاعبين واني على اللي جو على اللي اجواء على المنتخب. كانت الفكره الانضباط، هذا اهم شيء، الفكره الانضباط وتوفر له بيئه عمل مناسبه جدا، لاعب يستوعب الفكره ويطبقها على ارضيه الملعب. يعني في النهايه لو بعمل كل شيء واللاعب نفسه مش قادر يطبق فكره على ارضيه الملعب انا ما عملت شيء. لذلك في المنتخب الانجليزي، المنتخب الانجليزي على فكره محظوظ اصلا بتوقيت اقاله ساوثغيت. انت قاعد تتكلم عن موسمين فقط، سنتين لكاس العالم، ولا ربما يكون يعني في مدربين الان متاحين يكون ما عنده مشكله انه انا سنتين فقط ادرب منتخب ومن الممكن اضيف الى رصيدي كاس عالم. يعني على سبيل المثال يورجن كلوب موجود ومتوفر، من الممكن يتم التفاوض معاه على مستوى منتخب. يعني هو طلب فتره راحه لسنه، ولكن اعتقد على مستوى الاندي، طب على مستوى المنتخب، ومنتخب انجليزي مليء يعج في النجوم، بيب غوارديولا قد يكون الموسم القادم متوفر، قد يكون الموسم القادم متوفر. فانت اليوم تتكلم عن توقيت مناسب جدا. الاهم من هذا كله، الاهم تتم دراسه المدرب، ماذا يمتلك من رصيد، ماذا يمتلك من افكار مقارنه بالافكار الموجوده، او خلينا نحكي للاعبين والافكار المتشربين هاللاعبين على ارضيه الملعب. وسبق وقلنا معا انهي بهذه الجمله، سابقا كانت مشكلة المنتخب الإنجليزي وجود مدرب عنده أفكار قريبة إلى الواقع الأوروبي والعالمي، أفكار جميلة، ووجود لاعب لا يطبق على مستوى الدوري يلعب كرة قدم كلاسيكية قديمة. اليوم حصل العكس تماما، وجود اللاعب المتشرب للأفكار الجميلة، المتشرب للأفكار اللي نطلق عليها الحديث بكرة القدم تحت إشراف مدربين رائعين جدا على مستوى الدوري الإنجليزي، ولكن مدرب نعم كلاسيكي عنده عقم في الفكرة، لسه عايش بزمن الكرة الطويلة الإنجليزية. محمد قبل أن أتحدث عن تاتش سكرين تود أن تقول شيئا، تفضل. نعم، هناك نقطة مهمة جدا هي لم تخرج الإعلام بشكل كبير، أن هناك تصادم كبير بين اللاعبين في المنتخب الإنجليزي، هذا شيء جديد، يعني ليس بالجديد العكس، يعني مشكلة موجودة بالمنتخب الإنجليزي منذ وقت طويل. فمثلا كجود بيلينغهام مثلا، الشخصين فقط لاعبين فقط كانوا يتواصلون معه بشكل شخصي، لما ترينت ألكسندر أرنولد وهاري كين، باقي الفريق لم يكن يتحدث معاه، خاصة بموضوع بداية البطولة كان هناك تقديم منتخب الإنجليزي، فتم تقديم في البداية جود بيلينغهام، فكان هناك نظرة أنه لماذا الحديث فقط عن جود بيلينغهام، يوجد نجوم آخرين، ولاعب الأرسنال منفصل عن لاعب مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد والسيتي واليونايتد، هذا الشيء موجود، تحدث به فيرديناند، تحدث به لامبرد في العديد من المرات، أنه هناك دائما هناك ما في لحمه. يعني اذا نظرنا للمنتخب الاسباني مثلا، اذا هذا رجل كان مع يامال مثلا برشلونه وريال مدريد، نافاس ولامال المثال اللي انت ذكرته، 16 سنه 38 سنه وعجها واحده، هناك دائما انتماء، و هذا الرجل مسؤول عن ذلك، مسؤول لشخصيته الضعيفه، لكنه شخص محبوب جدا في انجلترا، سيتم تكريمه كل حاله، وسيتم تكريمه يستحق.
يستحق لأنه لم يحدث أن وصل المنتخب الإنجليزي فقط لمباراتين نهائيتين من اليورو متتاليتين. قد تكون الكرة خدمته. نعم. على التاتش سكرين لو تكرمت، هذه التشكيلة المثالية برأي محمد حلمي راشد ضيفنا ومحلل 4-4-2. نعم. وهناك تشكيلة سنتحدث عنها بعد قليل. حاولنا ذكر اللاعبين يعني على قدر الإمكان ما تم ذكرهم مع أنهم قدموا بطولة بالضبط يورو. هي مش التشكيلة الرسمية اللي أعلنها. نعم. بطولة يورو مميزة. وبداية أول شيء من الحارس سيمون يستحق التواجد. وأنا يعني أفضل يعني أيضا وجود أيضا بيكفورد. بيكفورد كان سبب بوصول إنجلترا المباراة النهائية، وسيمون له دور كبير جدا في وصول المنتخب الإسباني. لابورتي لم يتم وضعه، تم وضعه هو على ما أذكر سليبة في خط الدفاع. لابورتي يستحق أن يكون موجود في خط الدفاع بالتشكيلة المثالية التي لم تذكر. أيضا ستونز وكويهي ثنائي منتخب الإنجليزي في قلبي دفاع كان مميز جدا على وكان سبب بوصول منتخب الإنجليزي المباراة النهائية. كارفخال واحد من أفضل اللاعبين في البطولة، وليس فقط من أفضل الأظهر التي كانت في البطولة. ربما لم يتم شراكه أو وجوده بالتشكيلة الأفضل من اليورو من المسؤولين، لأنه تم حرمانه في مباراة واحدة بسبب تلقي بطاقتين صفراوتين. مينديز، يعني احنا بحب انا اذكر اللاعبين اللي قدموا مستوى مميز لكن تم تهميشهم لانه منتخبه لم يدم طويلا في البطوله. ايضا رودري في خط الوسط، رودري تم اختياره لكن يجب وجوده. اذا ما بدنا نحط رودري بنحط لاعب سويسرا ايضا الذي قدم ايضا مستويات مميزه جدا فيرر. وايضا كانتي قدم على غير المتوقع، الجميع قال انه هو جاي من الدوري السعودي بريتم اقل وما الى ذلك، لكنه كان من افضل اللاعبين في خط الوسط. شاكا يستحق الذكر، كان من افضل اللاعبين ايضا في خط الوسط. يلمز يجب ان نتحدث عنه، هو من افضل المهاجمين كانوا في البطوله، هو لعب كمهاجم صريح وايضا لعب كجناح في عده اشكال المنتخب التركي. وايضا يمال بكل تاكيد لا يوجد لاعب ممكن قدم المستويات التي قدمها في ارضيه الملعب، افضل موهبه شابه او نعم بكل تاكيد. موراتا الذي كان عليه كثير من الاشكال، لكن استنيك توصل موراتا بنفس الوقت دي لافرونتي لم يتخلى عنه في اي مباراه الا عندما حاول تغيير شكل فريقه. وايضا اللعب بفولس ناين، اللعب بأوريا زبال، لكن طالما الفريق بحاجه لكي يلعب على الاطراف كان وجود موراتا مهم. واصبح اهم عندما اشرك اولمو، لانه الفريق كان يتحول 4-2-4، كان يلعب بمهاجمين وجناحين، المهاجمين هم اولمو وموراتا، ولهيك كان في سبب مباشر بوجود موراتا بتالق اولمو. هذه نقطه مهمه جدا فنيا، يعني انا حكيتها بشكل سريع، لكن هاي يعني سبب اختياري لموراتا. وايضا ديلا فوينتي لا يغيب عن البال اصابه بيدري في بدايه البطوله. نعم. ايضا سنواصل الحديث ولكن بعد فاصل قصير، تتابعونا بعده. فوضى التنظيم في كوبا أمريكا تثير المخاوف بشأن كأس العالم 2026.